الدخول كان جيد وكان دخول حسن، تبقى بعض كما سميتها في السابق بعض منغصات الدخول المدرسي، بعض ربما الملاحظات، بعض النقائص هنا وهناك. هناك لجنة وزارية مشتركة تشترك فيها التربية وتشترك فيها كذلك وزارة الدفاع الوطني ممثلة في كفاءات عالية، أفردتها قيادة الأركان مشكورة لمؤازرتنا ولمرافقتنا باستغلال كفاءتها للنظر، وكذلك وزارة تكنولوجيا الاتصال والإعلام، يعني وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة، هذه الثلاث قطاعات. هناك لجنة وزارية مشتركة وهي تفكر كيفية التقليل من كل مثاقيل هذا الامتحان، بدءا من التكلفة الى كل الى ايصال الموضوع الى مراكز الاجراء الى طبع المواضيع. وهنا لابد ان اشيد وان اعيد وان اثمن الدور الكبير والمسؤول والذي نثمنه الذي تقوم به وزارة الدفاع الوطني وقيادة الأركان التي أوفدت خبراء وكفاءات عالية لمرافقتنا لإيجاد الحلول الكافية والوافية لإصلاح الامتحان ابتداء من هذه السنة في تنظيمه.